فهد من صدقك انت بتحط راسك وتنام الحين؟ اي حبيبي، بس بريح شوي تعبان. اي بس انا مسويت لك شاي. ما خالف قلبي جد مو قادر. فهد ترى صار لنا فترة بعاد عن بعض، الصبح بدواماتنا، الظهر تحط راسك وتنام، العصر تروح الكافيه تكتب، والليل ديوانية، يعني متى بنقعد مع بعض؟ ما على حياتي، حقك علي، أدري وايد مقصر وياك، لكن وعد هالأسبوع بالويكند نروح السينما إن شاء الله، وإذا تبي بعد نتعشى بمطعم. فهد أنا مو بس هامني الويكند، أنا كل أيام الأسبوع تهمني. خلاص ماشي، بس خليها على الظروف، أوكي؟ إن شاء الله، وأنا على وعدي. حاضر، نتشرف حبيبي، نورت حياك، حاضر فعلك. مساء الخير. ممكن توقيعك؟ اسوي لك شاي؟ لا لا حبيبتي، بنام من بكر. شنو صار ديايه؟ هلا يبا. لا لا ولا شيء ولا شيء. الو الو الو، مرحبا، منو معاي؟ ريم. خير، ايش تبين؟ خير بويك حبيبتي. أنا كنت داقة على فهد لأنه قال لي يعرف أحد بوزارة التجارة، وأنا صراحة محتاجة مساعدة عشان ترخيص حق البوتيك مالي، فكنت حابة إني أسأل إيش صار على الموضوع. فهد مشغول الحين. وي أنا وايد آسفة، صادجة داقة وقت متأخر شوي، ما علي سامحيني. إذا متى الوقت المناسب علشان أرجع وأكلمه؟ ريم خلينا من المجاملات والحكي الفاضي اللي ما يودي ولا يجيب. أنا وياك ندري إن الموضوع ما له علاقة بالرخصة، وفي مجاملات كريهة وعلى النفس ثقيلة صعب الواحد يجاريها، لأن لو استمر فيها راح يخسر نفسه وأقرب الناس له.